ايه ده؟ انتوا كمان مبسوطين انه اطفال المدينة كلهم اختفوا؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه ده، في ايه؟ الشرطة؟ هم جم منين؟ ايه ده؟ هو انت؟ انت مين؟ وعايز مني ايه؟ انا تعبت قوي من الموضوع ده، انا بجد تعبت وخلاص مش قادر على كده. احنا لازم نلاقي حل للموضوع ده ونرجع كل الاطفال اللي اختفوا. ازيكم يا شباب وعاملين ايه؟ بصوا شباب، قبل ما نبدأ بالفيديو ما تنسوش انه بقى عندنا قناة تانية علشان البثوث المباشرة. هنعمل فيها ايه القناة دي؟ هنلعب مع بعض روبلوكس، وحنلعب ببجي، وحنلعب جي تي، وحنلعب كل الالعاب اللي انتوا بتحبوها. فيلا يا شباب انزلوا تحت دلوقتي واشتركوا في القناة علشان تبقوا معانا اول ما نفتح البث المباشر. وما تنساش تشترك في القناة وتضرب زر اللايك العنيف بتاعك. ويلا بينا يا شباب، يلا بينا على الفيديو. ده ايه ده اللي بيحصل؟ انا بجد مش فاهم حاجة. كل اصحابي واخويا وكل الاطفال اللي بعمري مختفيين من امبارح، انا معرفش عنهم اي حاجة. انا معرفش هم راحوا فين، بجد بقالهم من امبارح مختفيين، وانا بصراحة زهقت وانا العب لوحدي وعايز صحابي. انا هنزل لبابا دلوقتي اسأله لو هو كان يعرف هم راحوا فين، او لو شاف اي حد منهم، او حتى شاف اخويا. انا هنزل دلوقتي علشان اكلمه واشوف هو بيعمل ايه. يا بابا، يا بابا، ازيك يا بابا، عامل ايه؟ انا من امبارح ما شفتش اخويا، ومش بس كده، كمان بتصل على اصحابي محدش بيرد عليا منهم. انت شفت حد منهم ولا شفت اخويا ولا تعرف اي حاجة عنهم؟ ايوه، اطفال المدينة كلهم اختفوا وخلصنا من الازعاج بتاعكم خلاص. بتقول ايه يا بابا؟ اطفال المدينة كلهم اختفوا؟ يعني ازاي؟ طيب هم راحوا فين؟ ازاي يعني اختفوا؟ انا مش عارف، الاطفال كلهم راحوا مكان غريب فجأة واختفوا من المدينة. وللأسف انت مش هينفع تفضل معايا في البيت ده، عشان اخيرا هرتاح من الازعاج بتاعك. هضطر اطردك عشان ما يحصلش مشاكل. اطلع برا دلوقتي. ايه يا بابا، انت بتطردني من البيت كمان؟ انت كمان مش عايزني؟ طب انا هروح فين؟ انت لسه قايل ان كل الاطفال بالمدينة اختفوا. طب انا ما عنديش صحاب، ما عنديش حد دلوقتي، هروح فين يا بابا؟ دبر نفسك بقى، شوف لك حل ويلا اخرج من هنا. طيب طيب يا بابا، طيب ماشي، سلام. اعمل ايه بس يا رب؟ اعمل ايه يا رب؟ يا رب انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. انا حزين بجد. انا فضلت لوحدي بالمدينة دي، انا دورت في كل حتة وما لقيتش ولا ولد بالمدينة دي. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش عارف. ايه ده، انتوا مين؟ عايزين مني ايه؟ احنا مذيعين هنا وجايين نسألك كذا سؤال. ايه شعورك وانت الطفل الوحيد في المدينة دي؟ انا حزين. ايوه انا عارف ان انت حزين، واخيرا خلصنا من ازعاج الاطفال وخلصنا من ازعاجكم. السؤال التاني، تقييمك كام لحزنك من 10؟ تقييمي اكيد 10 من 10 يعني، بس انا بصراحة اللي خلاني حزين اكتر انه حتى بابا طردني من البيت، وما بقاش عندي مكان انام فيه، وما بقاش حد من اصحابي موجود في المدينة، فانا مش عارف اعمل ايه. وانتو ممكن تساعدوني؟ لا احنا مش هنا عشان نساعدك، احنا هنا عشان نسألك انت ازاي عايش هنا يعني لوحدك كده في المدينة، ونشوف انت حزين ولا لا. واكيد انت كمان هتختفي زي بقية الاطفال، وهنرتاح منك وهنرتاح من كل اطفال العالم. ايه ده، انتوا كمان مبسوطين انه اطفال المدينة كلهم اختفوا؟ طيب اعمل ايه انا يا رب؟ بس هو ذنبي يعني انهم اختفوا؟ هو ذنبي انهم راحوا؟ اكيد هختفي انا كمان. ايوه يا رب تختفي انت كمان، عشان احنا اصلا مش عايزينك دلوقتي. يلا من هنا. خطتي نجحت، خطتي اني ارسل كل اطفال العالم للقمر، ودلوقتي ما تبقاش اي طفل في المدينه دي خالص. يا مستر الحق يا مستر، انا اسف ان انا ازعجتك، بس في موضوع مهم لازم اقول لك عليه. برضه بتدخل عليا المكتب بدون ما تخبط او تعمل اي حاجة، عاوز ايه قولي؟ معلش انا اسف يا مستر، بس انا جاي لك في موضوع مهم. زي ما قلت لك، هو صحيح الخطة بتاعتك مشيت زي ما انت عايز، بس للأسف انا النهاردة شفت بالاخبار انه فاضل ولد واحد في المدينة، وانت ما قدرتش تنقله للقمر زي ما انت قلت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش مصدق، بس ازاي ده حصل؟ بس مفيش الا حل، انا هكلم البوليس عشان يجيبوا الولد ده عشان نرسله للقمر
زي ما أرسلت جميع أطفال العالم. خلي بالك يا مستر، الولد ده شكله صعب، علشان انت اصلا ما قدرتش تنقله من الاول، فشكله عنده خطط غريبة وعجيبة، فخلي بالك لازم تكون اقوى منه واذكى منه. قصدك ايه؟ قصدك ايه باللي انت بتقوله ده؟ قصدك ان انا غبي؟ طب يلا يلا يا غبي اطلع بره، وهتشوف انا ازاي همسكه واحبسه وهطلعه القمر وهتشوف. لا يا مستر، والله مش قصدي، معلش انا اسف. خلاص حقك عليا، ان شاء الله تعمل كل اللي انت عايزه. سلام. ايه ده يا رب اللي بيحصل لي ده؟ انا شكلي هكمل حياتي كلها هنا، ومن غير اصحاب، ومن غير اخويا اللي بحبه. هو راح فين يا ترى؟ انا مش عارف ايه اللي حصل للمدينة دي، كل الاطفال بالمدينة دي اختفوا. طب ليه؟ طب اشمعنى انا فضلت لوحدي؟ يعني هو انا ما رحتش معاهم ليه؟ انا لازم الاقي الطريقة والاقي الحل واعرف هم راحوا فين. ايه ده؟ هو انت؟ انت مين؟ وعايز مني ايه؟ مش مهم انا مين، المهم ان انا عرفتك. انت اخر طفل في المدينة دي، ولازم دلوقتي احولك لشاب كبير. شاب كبير علشان ما تختفيش، علشان تتعايش معانا وتبقى محبوب مننا. بس انا مش عايز ابقى شاب كبير، لا، انا عايز اعيش حياتي وعيش طفولتي واكبر كده شوية شوية. مش عايز اكبر بالجرعة بتاعتك، ولا مش عارف انت هتعمل لي ايه. انت لازم تجرب اخر اختراع انا عملته، الجرعة دي هتكبرك في ثانية ومش هتحس في حاجة. بس انت سلمني نفسك، وزي ما قلت لك هتبقى شاب كبير وسيم محبوب والكل بيحبك، ومش هتختفي زي ما حصل مع كل اطفال المدينة، علشان بصراحة اطفال المدينة دول مزعجين. الحمد لله ان احنا خلصنا منهم برضو. لا انا مش عايز، انا مش عايز اكبر، لا انا عايز افضل كده، وعايز اقابل صحابي، واكيد حلاقيهم، وحنرجع تاني نلعب كلنا مع بعض. انت اكيد عالم شرير، مش عايز اجرب البتاع ده اللي انت بتقول عليه. سلام. انا بجد حزين، انا مش عارف ايه اللي حصل لاصحابي. احنا كنا بنيجي نلعب هنا كل يوم، وكنا بنتبسط قوي، وكنا على طول هنا موجودين مع بعض. ايه اللي حصل يا ترى لاصحابي؟ هما راحوا فين؟ انا لازم الاقي حل علشان الاقيهم. لا انا مش هينفع اكون لوحدي هنا، وكمان عايزين يقبضوا عليا، وعايزين يخفوني، عايزين ينقلوني، انا معرفش هما راحوا فين صحابي. انا زهقت وتعبت من الموضوع ده. اكيد في طريقة، بس ازاي؟ اكيد في طريقة. ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ انت بتعمل هنا ايه؟ مهم تعرف انا مين. المهم ان في طريقة نرجع بيها الاطفال، وانا كمان بكره الكبار قوي، عشان هم دايما متنمرين ومش بيحبوا الاطفال، ودايما يدمروا عليهم وما يحبهمش ابدا. ايه ده؟ هو انت كمان بتكره الكبار؟ ايوه معاك حق، الكبار دول بيتنمروا علينا دايما، هو بيضربوني علشان انا صغير وضعيف. انا ممكن اساعدك، بس قول لي هساعدك ازاي. في شخص هنا في المدينة مشهور دايما بكره الاطفال، بيكره الاطفال جدا بطريقة مش طبيعية، فهو ده انا شاكك فيه ان هو اللي عمل كده، وعمل خطة عشان يخفي جميع الاطفال من المدينة. ايوه بجد معاك حق. طيب ماشي، انا اعمل ايه وابدأ ازاي؟ انا مش فاهم اي حاجة. كل اللي مطلوب منك ان انت تعرف مكانه، وتعرف هو ساكن فين، ولو قدرت تجيب لي معلومات كتير عنه هنقدر نرجع كل الاطفال للمدينة تاني. ايه ده بجد؟ ماشي انا هروح دلوقتي وحاول اجمع كل المعلومات عن الرجل ده واعرف هو ساكن فين. سلام. انا زهقت بجد، زهقت، بقيت العب روبلوكس لوحدي ومفيش صحاب تلعب معايا، وعلى طول مع نفسي. انا بجد زهقت من الحياة دي، انا لازم الاقي طريقة علشان ارجع صحابي، انا لازم الاقي الرجل الغريب اللي بيكره الاطفال، واكيد هنلاقي عنده حل. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ الشرطة؟ هم جم منين؟ البوليس؟ لا اكيد هيقبضوا عليا، انا لازم اهرب من المكان ده. مفيش هروب، مش هتقدر تهرب من المكان ده، ارفع ايدك وسلم نفسك.
ايه ده؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ لا لا انا لا انا لازم اهرب، ده المكان السري بتاعي، انا لازم اهرب، مش لازم يمسكوني. يا رب ده كتير عليا، انا مجرد طفل مش هقدر على الحمل ده كله، انا مش عارف اعمل ايه، انا خلاص زهقت وهستسلم. لا مش لازم تستسلم. ايه ده انت تاني؟ انت كنت فين؟ انا لقيت مكان اعيش فيه، بس للاسف الشرطه لقيت المكان ده وحاولوا انهم يقبضوا عليا، بس انا هربت. انا تعبت قوي من الموضوع ده، انا بجد تعبت وخلاص مش قادر على كده. احنا لازم نلاقي حل للموضوع ده ونرجع كل الاطفال اللي اختفوا. يا اخي انت مين اصلا؟ وانا ليه المفروض ان انا اوثق فيك؟ انا حتى ما اعرفكش واول مره اشوفك. ايوه ما تعرفنيش، لكن دلوقتي هتعرف. ايه ده يوسف اخويا؟ الحمد لله ان انت عايش. انت كنت فين يا يوسف؟ ايوه انا يوسف، والحمد لله ان انا لقيتك يا اخويا، انا مش هسيبك خالص تضيع تاني، انا كنت بدور عليك بقالي كتير قوي، بس لازم نشوف حل في اختفاء الاطفال اللي حصل ده. يوسف الحمد لله ان انت كويس يا يوسف، انا كنت فاكر ان انت اختفيت برضو. طب قول لي هو ايه اللي حصل؟ القصه عامله ازاي؟ طب وهم راحوا فين اصلا؟ هقول لك على كل حاجه يا اخويا، بس القصه طويله دلوقتي، بس المهم ان احنا دلوقتي نلاقي اطفال المدينه. ماشي يا اخويا وانا معاك، انا بجد مبسوط ان انا شفتك، انا معاك في اي حاجه انت عايزها، قول لي هنعمل ايه وانا جاهز. بص انا اعرف بيت، البيت ده فيه مليان اجهزه كتير قوي، ومن ضمن الاجهزه دي في جهاز بينقل اي حاجه لاي حته تانية، فانا شاكك في الجهاز ده هو اللي يكون عمل كده ونقل كل الاطفال. انا هروح البيت ده واشوف الجهاز ده وهقول لك على كل حاجه. ماشي يا اخويا، بس خلي بالك من نفسك وقول لي على كل حاجه بتلاقيها هناك. ماشي ما تخافش، انا هقول لك على كل حاجه. يلا سلام. زي ما توقعت الاجهزه هنا هي بيت، ودلوقتي انا لازم اخترق اي جهاز من دول عشان اقدر احط الامر اللي هيقدر يرجع لي كل الاطفال من بعد ما اختفوا. وقف عندك، انت مش هتلحق تعمل حاجه، انت مقبوط عليك. تامر اسمعني كويس، انا بس عايز اقول لك حاجه، انا للاسف اتقبض عليا وانا بحاول ادخل بيت الراجل. دلوقتي انت هتروح عند البيت وهتدخل جوه، هتلاقي الاجهزه اللي انا قلت لك عليها، حاول تهكرها وتخترقها عشان لو انت عملت كده هتقدر ترجع كل اطفال المدينه، وانت امان الاخير يا تامر. اسمع اللي انا بقوله لك عشان نقدر نرجع كل اطفال المدينه. ماشي يا اخويا ماشي، انا هعمل دلوقتي كل اللي انت قلت لي عليه، وهخرب الاجهزه دي، مش بس ههكرها انا هخربها، هدمرها وهطفيها، واكيد ان شاء الله الاطفال هيرجعوا كلهم. سلام دلوقتي سلام. انا لازم دلوقتي اروح للبيت وهكر الاجهزة دي زي ما لاخويا. يلا بينا يلا. شايف يا يوسف، الحمد لله المدينة رجعت بالاطفال بتوعها. بص فرحانة ازاي، اهو الكل بيلعب. تعالى لما نروح نلعب معهم يا يوسف، تعالى يلا بينا.